الاسم محمد محمود والسيدي والعوان. التحقت بقطاع التعليم، تخرجت من مدرسة تكوين المعلمين سنة 2008، وتم تحويلي إلى ولاية قديماقة، وخدمت في أماكن مختلفة، قرى وقصور ومدن، وكانت الحمد لله تجربة رائعة ورائدة، لأن المعلم هو مرشد وموجه مربي. لا ينبغي انه دوره ينحصر في انه يدخل القسم ويقدم درس ويتمشي، دوره يلا شمولي. ولذلك الاساس كانت عندي، كنت دائما حاضر في ياسر من الامور، الانشطه الثقافيه في الولايه. وفي ذاك الاطار كنت، رغم اني انا ذاك معلم في التعليم الاساسي غير، بما اني متخرج اصلا من المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلاميه، حاصل الماتريز منه في شعبه الحضاره والاعلام، كنت ذيك الساعه مطوع للتلاميذ السنه الرابعه الاعداديه في سيدي بابي، نقدم لهم دروس تقويه في مواد كيف اللغه العربيه والتاريخ والجغرافيا، وكانت الحمد لله هم اللي تجربه مفيده لي ولهم، واتت اكلها لله الحمد، وأعطتني عليها كاع الإدارة الجهوية في الولاية فهم إفادة على ذاك التقوم. قمت بمبادرة شخصية لتكوين المعلمين المتعاقدين في الولاية وفي المدينة بصفة خاصة، وضبط فريق من الزملاء معايا جزاهم الله خيرا وواكبونا في ذاك، وكنا نكونهم، وعلى ذاك هم اللي الإدارة الجهوية وفي ولاية قديماقة مشكورة، أعطونا إفادة ملي على ذاك هذيك الدورات التكوينية اللي عدنا لكل متعاقدين. كيف قلت، لأن المعلم ما هو لا يقدم حصة ويتمشي، مرشد ومربي وموجه، وفي ذاك الإطار أيضا كنت دائما الاتصال بالمندوبية الجهوية للشباب وفي ولاية قديماقة، ودائما حاضر في الشأن اللي يهم الشباب بصفة عامة، وكنت دائما مثلا تطلب من المندوبية فهم نقدموا عروض ومحاور في بعض التكوينات اللي تعدل، وعندنا محور نتكلموا فيه وأيضا نقدموا به لصالح الشباب، وهذه إفادة من عند المندوبية الجهوية للشباب أيضا في الولاية. ولاية قديماقة هذه إفادة توضح المحاور والعروض اللي قد قدمنا للشباب في مجموعة من التكوينات، فيهم محور عن دور الشباب مرة، ومرة عن تمدرس البنات، وعن خطر التطرف، وعن خطر السيدة. هذه أمور كاملة قد قدمنا عنها تكوينات للشباب في الولاية. بعد ذلك تم تحويلنا لنواكشوط سنة 2016، ومنين جينا لنواكشوط نظرا لنقص في الطواقم التعليمية لدى المؤسسات الثانوية، كانت الجهات المعنية تقبل بعض المعلمين اللي حملت شهادات عليا وشهادات جامعية وتسند لهم المواد اللي عندهم فيهم النقص في مؤسسات التعليم الثانوي. ومن ذاك المنطلق تم تكليفي بتدريس مادة اللغة العربية آنذاك في ثانوية عرفات رقم 3، اللي هي إعدادية عرفات رقم 7 سابقا بعرفات مقابل العمود 15 في عرفات. وكنا فهم نقروا اللغة العربية في ذيك الثانوية، وتم تحويلنا عقب ذاك لضرورة عمل إلى ثانوية الميناء. وهذا كله شكل عندنا تجربة وخبرة بهذا القطاع كبيرة به اللي خدمناه في المرحلة الأساسية وفي الإعدادية وفي الثانوية، وأيضا خدمناه في القرى وفي القصور وفي المدن الكبيرة، وبالتالي أصبحت عندنا تجربة الحمد لله لباس بها في هذا القطاع المهم
اللي هو قطاع التعليم. من الأمور أيضا بما أن العصر عصر تكنولوجيا وعصر سلاح الإعلام وزمن اليوم عاد التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية هي المهيمنة على جانب الإعلام طبعا بالإضافة للإعلام المرئي والمسموع. عدلت بما أني مولي أصلا عندي شهادة المتريز في الحضارة والإعلام من المعهد العالي، عدلت موقع إلكتروني ينقال المدرسة الموريتانية. هذا الموقع يهتم بالتعليم فقط، قدها دروس نموذجية الأساتذة ومدرسين، يعود معين للدارس وللمدرس وشكل من الإضافة للإعلام به اللي تشوف المواقع ياسر منها سياسي كامل. والله اخترنا نعود الموقع متخصص وهذه إفادة من ترخيصه.